ما الحكم الشرعي في من يسب الله ورسوله ويسب القرآن؟ الذي يسب الله أو يسب الرسول أو القرآن مرتد عن دين الإسلام، يجب أن يقتل، يجب أنه يقتل إذا ثبت عليه الردة بالإقرار أو بشهادة شاهدين ولم يتب إلى الله، إنه يجب قتله. من بدل دينه فاقتلوه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. المرتد يجب قتله. ومن أعظم أنواع الردة وأغلظ أنواع الردة الذي يسب الله أو يسب الرسول أو يسب القرآن. نعم.